بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء. النهارده في ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، وده طبعا بيزود الإحساس بحرارة الطقس. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهارده بننضم للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن الناس بتسأل وزمايلي هنا في الاستوديو بسنت ومصطفى كانوا بيسألوا، هو موجة الحر دي مكملة معانا لغاية إمتى يا دكتورة؟ هو طبعا هي الموجه دي حدتها هتخف النهارده، لكن احنا على مدار شهر 8 كله لسه فصل الصيف، ويعتبر شهر 8 هو ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه. لكن الموجه اللي احنا شاهدناها خلال الايام الماضيه هتنكسر اليوم وتخف حدتها، لانها هتبدا التوزيعات الضغطيه تختلف، هنبدا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي الطبقات الجو العليا ده هيساعد بشكل كبير على عدم احساسنا بنسب الرطوبه، كمان هيساعد على الانخفاض في درجات الحراره، كمان هيتاثر على سطح الارض بمرتفع العروض الوسطى، الكتل بتاعته هي اقل حده من الكتل الهوائيه القادمه مع منخفض الهند الموسمي. فاليوم اعتبارا من اليوم هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين لاربع درجات ومعظم انحاء الجمهوريه، لكن هيستمر معانا وجود نسب رطوبه في الجو، لان زي ما قلنا في الاول نسب رطوبه مكمله معانا. هي المشكله في الرطوبه بتهيألي، يعني هي الرطوبه هي اللي مزوده الاحساس بالحر اكتر بتهيألي. هو طبعا يعني الرطوبه نسب رطوبه مرتفعه بشكل كبير هي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات حراره مرتفعه، فاحنا رغم ان درجات الحراره انخفضت واحنا هنحس باجواء اقل حده اليوم، لكن لسه بنقول على الطقس ان هو طقس شديد الحراره رطب في معظم انحاء الجمهوريه وخاصه القاهره الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن احساسنا بالطقس هيكون اقل من الايام الماضيه بشكل كبير. هنحس ان في اختلاف في احساسنا بدرجات الحراره، وهنحس بدرجات حراره اقل من الايام الماضيه. كمان فترات الليل الاجواء فيها هنحس بتحسن بشكل كبير، لان هيكون في نشاط نسبي للرياح، نسبي الرياح ده في معظم محافظات. ده ابتداء من النهارده يا دكتوره منار؟ نشاط الرياح هيكون اليوم. بالظبط، نشاط الرياح هيكون اليوم، ويمكن كمان خلال الايام القادمه هنلاقي فيه كمان انخفاض في قيم درجات الحراره خلال فتره الليل، فهنحس بالاجواء ممكن الاجواء المعتدله الرطبه فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه. نشاط الرياح اللي هيكون موجود ده هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء في معظم انحاء الجمهوريه، يعني هنحس ان احنا رجعنا للاجواء الصيفيه المعتاده. احنا اليوم الحمد لله الحمد لله طبعا. هو احنا اليوم متوقع طبعا العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، وده يعتبر حول المعدل او اعلى من المعدل درجه، وعلى مدار هذا الاسبوع كله متوسط درجات الحراره المتوقعه على القاهره الكبرى عظمى ما بين 36 و35 درجه مئويه. فطبعا الاجواء دي هتبقى اجواء مختلفه عن اجواء الاسبوع الماضي، لكن احنا دايما في فصل الصيف بنقول ناخد بالنا ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير، واهم احتياط هو ان احنا نتجنب اشعه الشمس فتره الظهيره، لان الوقت ده بتكون شدة الإشعاع الشمس اللي بيوصل الأرض عالي بشكل كبير، وبنسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. فبقدر الإمكان أتجنب أشعة الشمس، ولو اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم طبعا يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، نرتدي طبعا الملابس القطنية الاستفاضة فاتحة اللون، ولو أقدر أكون موجود في أماكن جيدة للتهوية ده هيساعدني على يعني عدم الإحساس بنسب الرطوبة وما أحسش بارتفاعات درجات الحرارة. بنشكر حضرتك، وطبعا يعني يمكن احنا من بدايه الحلقه بنتكلم في الموضوع ده وبناخد نصايح حضرتك يا دكتوره منار على محمل الجد، طبعا نصايح مهمه جدا. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. بص على القاهره درجه الحراره العظمى فيها 36 والصغرى 25، وهي نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 36-25. الإسكندرية 33-24، نفس درجة الحرارة أيضا في العلمين الجديدة 33-24. مطروح 32-23 ودمياط 34-24. بورسعيد 34-25. الإسماعيلية 39 والصغرى فيها 24. هنروح للسويس هنلاقي درجة الحرارة العظمى فيها 38 والصغرى 25،
وفي العريش 35-24، كاترين 36-19، وطوبة 38-15، حلايب 38-31، وشلاتين 42-30، شرم الشيخ 42-30، والغردقة 42-30. أما في الفيوم فالعظمى درجة الحرارة 40 والصغرى 25، وفي بني سويف أيضاً 40-25. الوادي الجديد 45-27، وأسيوط 42-26، سوهاج 43-27، وقنا 43-30، الأقصر 44-30، وأسوان 44، والصغرى 29. انتهت نشرتنا الجوية المفصلة، دلوقتي عودة مرة تانية لبسنت والمصطفى واستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية مصطفى وبسنت. شكرا لك يا هلا. شكرا.